داير القديس أنبا مقار ببرية شهيد، مجموعة عظات الصوم الكبير عام 1981 لقدس أبينا الروحي القمص متى المسكين، وهي بعنوان هجرة المسيحي، وتقع في 7 شرائط. هذا هو الشريط السادس، ويحوي عظتين: العظة الأولى على إنجيل قداس يوم الاثنين من الأسبوع الخامس، والعظة الثانية على إنجيل يوم الثلاثاء من الأسبوع الخامس من الصوم الكبير. فصل شريف من بشارة معلمنا ماري لوقا البشير، بركاته علينا أمين. وأخذ النهار يميل، فدنا إليه 12 وقالوا له: اصرف الجموع ليمضي إلى القرى المحيطة والحقول التي حولنا، فينزلوا ويجدوا طعاما، لأننا هاهنا في موضع قفرين. فقال لهم: أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا: ليس عندنا أكثر من 5 أرغفات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونبتاع لهذا الشعب كله طعاماً. وكانوا نحو 5000 رجلين. فقال لتلاميذه: اجلسوهم جماعات 50-50. ففعلوا هكذا وأتكأوا الجميع. فأخذ 5 أرغفة والسمكتين ونظر إلى السماء وباركها وكسر وأعطى التلاميذ ليقدموا للجميع، فأكلوا وشبعوا جميعا. ثم رفع ما فضل عنهم 12 قفة مملوءة من الكسر. الآب والابن والروح القدس إله واحد، أمين. إنجيل هذا الصباح يا أحبائي يعطينا الزاد اللازم للطريق، زاد الروح وزاد الجسد. وقد سبق أن تكلمنا عن هذا الإنجيل في عظتين سابقتين، لذلك سأركز على نقط تكاد تكون جديدة بالنسبة لنا وبالنسبة لتأملنا في هذا الصوم المبارك. فنحن لازلنا في رحلتنا السعيدة إلى الوطن السماوي، ونشعر وكل يوم بل وكل لحظة أننا في حاجة إلى تشديد الروح وتقوية الجسد، بل وشفاء الجسد أيضا. هذا الإنجيل يشبع كل رغبات المسافر على الطريق السماوي. في الحقيقة يسمى عند الآباء أن وليمة الملكوت، ويدعى أحيانا بوليمة الوداع، لأن المسيح لم يصنع مثل هذه الوليمة مرة أخرى، أو يأكل مع الجموع. أكل مع التلاميذ وأعطاهم السر واضحا، سلموا للكنيسة في سر الإفخارستية، ولكن هنا صورة مصغرة لسر الإفخارستية مقدمة للجموع. مملوء أيضا هذا الإنجيل من الأسرار. الذي استهواني في هذا الإنجيل يا أحبائي أنه يقدم غذاء الروح على غذاء الجسد، وكأنما الروح النشيط يستطيع أن يقيت الجسد. وهنا الإيمان عودة مرة أخرى إلى سيناء وإلى رحلة أرض الميعاد، مرة أخرى إلى المن السماوي، خبز الرحلة. ديكها كانت رحلة لم تكن سعيدة بالمعنى الكامل،
لأن 6 مليون ماتت جثثهم وألقيت على وجه القفر، لأن الرب كما قال لم يسر بيهم، ولم يدخل أرض كنعان إلا اثنين كالب بن يفن ويشوع بن نون. النسبة هنا خطيرة للغاية، 2 في 6 مليون، النسبة هنا مزعجة، 1 في المليون في 1 في 3 مليون. لا، كان عددهم 3 مليون، 2 في 3 مليون، 1 في المليون ونص. دي النسبة اللي دخل فيها أو دخل بيها الشعب أرض كنعان. قاموا من مصر 3 مليون، دخل منهم في أرض كنعان التي هي رمز الملكوت الذي نسعى إليه، دخل 2 فقط، زي ما قلت، كالب بن يفنة ويشوع بن نون، ذوي الإيمان العالي، والمتشككون والمتذمرون والزناة وغلاظ الرقبة، والذين طلبوا طعاما لذيذا في البرية، والذين رجعوا بقلوبهم إلى أرض مصر، كل هؤلاء ماتوا في القفر وجثثهم طرحت على وجه الصحراء. رحلة لم تكن سعيدة، برغم من ذلك قال الرب عنهم: أنا لن أنسى تعبكم ومسيركم ورائي في البرية. عجب. وقال أيضا: أنا حملتكم على أجنحة النسور. في الحقيقة أحبائي، طبعا لأن اللي دخل برضك دخلوا 3 مليون، بس اللي اتولدوا أو أكتر اتولدوا في البرية، هم طلعوا من مصر 3 مليون، إنما نسبة النسل مش محدودة. اللي دخلوا عدد كبير ضخم جدا، بس مش دوت اللي طلعوا من مصر، كل اللي طلعوا من مصر ماتوا. ليه؟ لأنهم لم يستطيعوا أن يعيشوا بالإيمان. لما قال في الإنجيل برضك مرة ثانية وقال لماذا لم يستطيعوا أن يدخلوا راحتي؟ بسبب عدم الإيمان. فهنا ونحن مرتحلون على طريق الضيق، طريق الأعواز الجسدية، طريق الضيقات والتجارب، لا يقل في عنفه عن طريق التيه في أرض سيناء، ولكن بالإيمان نستطيع أن نقول أننا خلصنا، أو بالرجاء نستطيع أن نقول أننا خلصنا. أما بالإيمان فلازلنا نجاهد ونسعى. الذي استرعى انتباهي أنه في هذا الإنجيل، فهو مختصر، قبل ما يقول لهم أعطوهم ليأكلوا كان بيعزهم، لما المسيح حب يركب في البحر ويعبر في مكان هادئ تبعوت للشعب، فقبل ما يركب ابتدى يكلمهم ويعزهم ويشفي أمراضهم. إنما كلمة الحياة أولا، فبعد أن فرغ من كلمة الحياة وهي زاد الروح ابتدى يشفي مرضاهم، اللي هو يشيل سقم الجسد، وبعد سقم الجسد ابتدى يعطيهم خبز الجسد، سماه في موضع آخر الخبز البائد، لأن خبز بيتهضم ويطلع ويترمي، أما الخبز الحي الباقي فهو في مضمون هذا الخبز، السر القائم فيه، وهنشوفه الوقت. في الحياة الإنجيل ده تطبيق مباشر، اطلبوا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. على الطريق سنعتاز كل مال الجسد، كل مال الجسد سنعتازه، لا من طعام فقط، بل من طعام ومن سقم جسد وأمراض مختلفة وضيقات وأحزان وأتعاب لا حد لها، حتى باب القبر سترافقنا أتعاب الجسد. ولكن إن لم نوفي الروح حقها فباطل يكون سعينا وباطل يكون رجاءنا من جهة
حفظ الجسد أو سد أعوازه. في الأول كلمهم عن الحياة الأبدية، اطلبوا أولا ملكوت الله وبره. في الحقيقة يا أبائي مطلوب مننا باستمرار حسب طقس الكنيسة أن احنا بنصلي قبل ما ناكل. في الصلاة دي قوة وشفاء للروح والجسد، وبعدين بنعطي الجسد أعوازه. كمان لو نلتفت لأبانا الذي في السماوات اللي بنقولها، نجد أبانا الذي موضوعها بحكمة دقيقة جدا لحسب تدقيقي وفحص لهذه الصلاة وبرجوعي لبعض الأبحاث، وجدت إنها صلاة إفخارستية. أبانا الذي كانت صلاة إفخارستية لما علمهم كيف يصلوا، كانت أول صلاة للإفخارستية يعملها الرب، مش كان صلاة يقولها هم واقفين ارتجالي، علمنا أن نصلي فعلمهم إزاي يصلوا. وكان الصلاة دايما بيبقى قبل الأكل، وهو ده صلاة الإفخارستية. قال إذا أردت أن تصلوا فقولوا هكذا: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، تقديس الاسم اللي بنقولها أجيوس الثلاثة، وبعدين يأتي ملكوته، بنطلب ملكوت الله أن يأتي إلينا، لا نستطيع الآن أن نعبر إليه، إذن فليأتي إلينا ملكوت الله. ملكوت الله يعني أن يحكم الله على القلب، يحكم الحياة، يضبطها، نسلم له كل شيء، كل ما نملك من فكر وعاطفة وجسد أهديا. فليأتي ملكوتك ليكون كما في السماء كذلك على الأرض، أي تكون حياتنا وفق مشيئتك تماما، كما سنحيا عندك في ملء الفرح والبهجة والسرور في نور قدسيك. اجعلنا من الآن أن نعيش هذا الملكوت. جميل جميل. وبعدين في الآخر خالص: خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم. طبعا أنا كتبتها في كتاب الإفخارستية ولكن أعيدها باختصار: خبزنا الذي للغد. في طبعا حصل يعني تفسيرات كتيرة متعبة وخرجت عن المعنى. سر هذه الصلاة أن كانت الإفخارستية بتتعمل يوم الجمعة الباراسكيفي، اللي هو يوم الاستعداد، كانت تتعمل في الغروب. حتى الإنجيل هنا يقول لك إيه: وقد مالت الشمس للمغيب، مال النهار. يعني حتى الميعاد بتاع إعطائهم الأكل الخمس خبزات السمكتين ده جه في ميعاد الإفخارستية مظبوط، لأن الإنجيل ده إفخارستي بالدرجة الأولى، كل لفظة فيه يعني هنعبر عليها عبور سريع ولكن هيبان كل شيء. فخبزا للذي للغد، ليه؟ لأن ده يوم الجمعة، يوم السبت ممنوع فيه كانوا يطلعوا يجيبوا إيه؟ من اللي يطلع يجيب ملتيش من، وإذا جابوا لقى يدوت ما يعرفش ياكله. كان كده ربنا عجيب معهم بيأدب على طول. فكانوا بيطلعوا يوم الجمعة وياخدوا يوم الجمعة ويوم السبت ويملوا كل واحد قفته ويمشي. ده هما في البرية. لذلك لما حب يديهم صلاة رجعهم أو وصلهم تاني بفكر الارتحال الأول والاتصال بالله والإيمان في السماء أنها كفيلة بأن تعطينا الخبز الكافي للجسد أيضا. فهي الترجمة الصحيحة حسب المعنى الصحيح السري في هذه الصلاة: خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم. أحيانا يقولوا خبزنا الجوهري، مش قادرين يفهموا جوهري. حتى كلمة جوهري برضك بتنصب على أنه خبز السبت، يعني الخبز المقدس. ليه؟ لأن السبت دايما يوم مقدس، فالخبز اللي فيه خبز مقدس، فأعطينا خبز السبت والخبز المقدس الخبز الجوهري. هم النهاردة يوم الجمعة الوقتي احنا علمهم الصلاة دي أن تقال على الأكل في يوم الجمعة، لأن دي صلاة الإفخارستية اللي كانوا بيعملوها قبل ما يطقس أو يعطي سر الإفخارستية يوم خميس العادي. فخبز الغد أي خبز السبت أعطينا اليوم. ليه؟ لأن ممنوع في السبت الشغل، فبيطلب خبز الجسد. لاحظوا هنا خبز الجسد بعد ما قال يتقدس اسمك، وبعد ما قال يأتي ملكوتك، وبعد ما قال فلتكن مشيئتك. واجبنا جدا جدا قبل أن نسعى سعي الجسد، قبل أن نعطي رغبات الجسد ونشبعه بخبز اليوم أو خبز
العالم أو خبز البائد حسب تعريف المسيح له بيلزم أولا أن نقدس اسم الله. لذلك لما بنصلي على المائدة كلمة أبانا الذي على المائدة دي كافية جدا، لو قيلت بوعي، لو قيلت بانفتاح روحي، لو قيلت بمستواها السري. ونطلب فعلا تقديس اسم الله ونحن ايه بنرشم الاكل اللي قدامنا، نقدس اسم الله. وبعدين طبعا لا تتم الافخارستيه بدون اجيوس اللي هي قالوها القوات السماويه، واللي بنؤمن ان القوات السماويه بتشاركنا كل قداس، ونحن نشترك مع الشاروبيم والشارفين في صراخنا بأجيوس المثلثة. خبز الروح قبل خبز الجسد. أخطأوا الجماعة دوت اللي كانوا من الأكل، لقوا أكل لذيذ جدا. طبعا أكل طالع من يدين المسيح مش هيكون لذيذ إزاي، ومملوء سر طبعا، مملوء قوة وشفاء أيضا، فانبسطوا به وراجعوا تاني. ولاد إسرائيل هم ما فيش فايدة، رجعوا تاني زي آبائهم إلى البرية مرة أخرى وعاوزين أكل من ده كتير. طب ده أنا عملته على مستوى الخبز السماوي، آباءكم أكلوا الخبز، أكلوا المن وماتوا، أما أنا هو خبز الحياة، كل من يأكل منه يحيا إلى الأبد. فأنا لما أعطيت لكم الخمس خبزات سمكتين لكي أنبه ذهنكم أن نحن في البرية مرة أخرى، وأن النبي الذي أشار إليه موسى قائم أمامكم وبينكم، وأن أباءكم أكلوا المن وأنا الخبز الذي كل من يأكله يحيا إلى الأبد. مساكين زي أباءهم رجعوا تاني الخبز مصر واللحم اللي في القدور والبصل والثوم والتذمر إياه، بس ما فيش تذمر لأن المسيح قدامهم جه وراه. هو خد السفينة وعبر البحيرة وعد الناحية التانية، هو نزل لقاهم كانوا محصلوا جري، فقال لهم أنتوا من أجل الخبز البائد جيت ورايا، اعملوا الخبز الحي الذي انا اعطيه. قالوا ابانا اكلوا الخبز، ابا اكلوا المن من السماء، ماذا تعطينا؟ قال لهم صدقوني ما كانش من السماء، ده موسى هو اللي طلبوا ليكم، مش الله هو اللي هدولكم، ده موسى. يعني رفض انه يخليه انه نازل عند الله، ولكن نزل برجاء وبواسطه من موسى لياكل الشعب، لان موسى ضج وقال انا اعمل ايه للشعب ده كاد يموتني. قال له احذف اسم من سفر الحياة، انا كنت ولدت الشعب ده. فعشان خاطر موسى ادالهم ياكلوا ويشربوا، فقال لهم ابدا المن مش ده الله، ده موسى للدولة. اما انا فخبز الحياة الذي كل من يأكله يحيا الى الابد. في الحياة هنا بقى اذا كان الشعب اكل خبز السر، لأن المسيح رفع عيني إلى السماء وبارك وكسر، ده الحركات الثلاثة بتاع التقديس بتاع الإفخارستية. فدخل السر، دخل في الخمس خبزات السمكتين، ودليل على ذلك بس هم أخطأوا الفهم والمعنى، أن المسيح استعلن لهم ملك أو استعلن لهم ملكوت الله في المسيح، فمش بيروحوا يعترفوا به، لا يروحوا يشلوه وعاوزين هياسوا لملك اسرائيل بقى خلصنا من الرومان. حصل تزييف للرؤية. بس انا حسب احساسي وعقيدتي وايماني ان الشعب كان مدفوع بحركة سرية، حركة الهية عجيبة جدا، رأوا في المسيح المنقذ والمخلص. طب من ايه؟ مش بس من اجل معجزة السمكتين والخمس خبزات، من اجل السر اللي دخل قلوبهم وملأ حياتهم، فرأوا في المسيح المنقذ والمخلص. فبدل ما يقولوا وصلنا في الأعالي وإن ده اللي هيخلصنا من السماء، وشعنا هيخلصنا من السماء يا ابن داود، لا راحوا خاجر يمسكوه، عاوزين يمسكوه يعملوه ملك ويخلصهم من الرومان، فاكتسوا من وسطهم غير ما يشوفوه. حسب عادته لما يزنوا عليه قوي يروح داخل من فسط يوم ما يشوفوش، وركب السفينة وطلع، أو مشي على البحر أقصد، وعبر فسطهم ومشي على البحر. فبنخطئ كثيرا حينما نحول الروحيات إلى ماديات، ولكن في الحقيقة هي بتتحول تلقائيا، ما تنتظرناش أبدا. يعني إحنا لما بنقوم أو لما بنقعد ونصلي على الأكل، في الحقيقة بيحصل
تقديس للخبز ويحدث فيه شفاء، لأن كل خبز نأكله باسم الرب في قوة الرب. ومن أجل كده الأكل بنأكله في الميدة ده مش أكل عادي أبدا، ده قصدي أغابي، خبز المحبة، ده اللي هو العشاء، عشاء الرب اللي بيتم فيه السر. أيضا لا أستطيع أن أعبر على أنه كان بيشفي مرضاهم حسب طقس الكنيسة، والهيكل الصغير ده يشهد بهذا، أن كان في أثناء القداس بيتحط زيت في حوض مخصوص جنب الهيكل عشان يتقدس، علشان في أثناء أوشية المرضى ياخد الكاهن المساعد ياخد من الزيت المحطوط. انتم شايفين الحوض الصغير ده اللي تمصينه انتم بصنية المية، حتتها غلط. فالزيت كان بيوضع على المائدة أيضا على المذبح، في العصور الأولى كان الزيت بيوضع على المذبح، قارورة الزيت توضع على المذبح ويحصل التقديس، وأثناء صلاة الأوشية يقف القداس شوية وياخد الكاهن المساعد الزيت ويطلع هو والشمامسة ويدهنوا المرضى. المرضى كانوا بيبقوا نايمين عيانين مصروعين بأمراض وشياطين، والكنيسة لها جناح في الناحية القبلية أو في الخرس الأخير، يبقى قاعدين فيه المرضى لابسين أبيض، وأول ما يجي الأوشية المرضى يطلع الكاهن المساعد هو والشمامسة ويدهنوا المرضى بالزيت. تماما تطبيق لإنجيل اللي احنا بنقراه، إنجيل هذا الصباح اللي موجود فيه القديس متى، والإنجيل القديس مرقس، وأيضا إنجيل القديس يوحنا، لأن إنجيل هام جدا إشباع الجموع، حتى أنه تكرر مرة بالخمس خبزات ومرة بالسبعة، الأعداد المقدسة اللي دايما الكنيسة محتفظة بيها في تقديم الأرغفة الخمسة أو الخبزات الخمسة أو الحمل، بيبقى العدد يا خمسة يا سبعة، إذا نزل ثلاثة غلط، إذا طلع عن سبعة غلط، حسب طقس الكنيسة الأول بيبقى يا خمسة يا سبعة، وبعد كده الأرقام بيختاروها على كفهم في بعض الكنائس. لا، هي القانون هو تطبيق للإنجيل ده بالذات، خمسة وسبعة. في الحقيقة هذه النقطة اللي استرعت، النقطة الأولى اللي استرعت انتباهي في هذا الإنجيل، إنجيل هذا الصباح، إنجيل العبور، إنجيل الرحلة السعيدة، إنجيل العوز على الطريق الموصل إلى ملكوت الله، أن تشبع الروح أولا بالصلاة ثم عمل الله في شفاء الجسد ثم خبز الجسد. النقطة الثانية أوضع أصبعكم على كلمات الإفخارستية أو الكلمات ذات السر المقدس في التحويل. نرجع قبلها بشوية، فقالوا ليس عندنا أكثر من خمس أرغفة وسمكتين إلا أن نمضي ونبتاع لهذا الشعب كل طعام، هيقبلوا منين؟ في الواقع هنا الإنجيل بيحط صابع القارئ على ضعف الإيمان وقلة الإيمان، 100 مرة نبههم المسيح أنهم ما يرجعوش لأنفسهم في التقديرات الروحية، يعني إلى متى أحتملكم، مرة يقول لهم كده، ومرة تانية يقول لهم يا قليل الإيمان، وبعدين مرة تالتة يقول له بطرس اللي كان متقدم فيهم في الجرأة فقط، يقول لهم يا قليل الإيمان لماذا شككت. كل ده الرجعة إلى الذات في الحياة الروحية، في العبور إلى الملكوت السماوات، في المسير على الطريق الضيق في وقت الضيقات أو الأتعاب أو الأعواز أو المظالم، كل دي إذا رجعنا إلى ذواتنا ندوخ ونقع نغرق. ليه؟ الإيمان ما يسهفش، ولكن إذا رفعنا عينينا إلى قائد المسيرة ناظرين لرئيس الإيمان ومكمله يسوع، رئيس الرحلة اللي شايلنا على جناحته، لأن هو العهد القديم صورة مصغرة للعهد الجديد. إذا كان العهد في العهد القديم إن أنا حملتكم على أجنحة النسور، يبقى في العهد الجديد طبعا لما بصوا للخمس شوية العيش اللي عندهم أو الإمكانيات اللي حلتهم في الإيمان لو قليلة قوي، قالوا إحنا هنجيب منين أكل الشعب ده كله؟
لأنهم كانوا نحو 5000 رجل. المرأة ما بتتحسبش في العدد في الحساب اليهودي. فقال لتلاميذه اجلسوهم جماعات ففعلوا هكذا وأتكوهم أجمعين. فأخذ 5 خبز أرغفة والسمكتين ونظر إلى السماء، أول فعل تقديسي، نظر إلى السماء وباركها. هنا لوقا طبعا الكلام ده مشروح في كتاب الإفخارستية بتدقيق، باركها هنا حول الكلمة من وضعها العبري الأصيل ذو الهدف السري إلى مفهوم عقلي منطقي بس عشان يفهموا الأمم. باركها، لا ده بارك الله مش بارك الخبز، بس هم ما يفهموش كلمة باركة فقط، لو البارك أو بارك الله يرتعبوا الأمم. يعني إيه بارك الله؟ قال مرة واحد يقول لي يا أبونا فصل، أنا مش فاهم دي، أبارك الله أنا اللي بارك الله؟ إيه ده؟ إيه الكلام اللي بتقوله ده؟ هو أنا أقدر أبارك الله؟ هو أنا أقدر أمجد الله؟ ده الله ممجد، أنا ما أقدرش أبارك الله، الله مبارك. فطبعا ده طبعا مشروح بدقة في كتاب الإفخارستية. هنا البركة بمفهوم إعطاء الله، يعني باختصار شديد لأنه ما يجيبش المعنى كله، إعطاء الله ما له، مش أنا بديله، ولكن الاعتراف وكشف ما لله من قوة وبركة. فهنا في الأصل في إنجيل، في الثلاث أناجيل الأخرى مكتوبة وبارك، بارك وبارك، هنا معناها بارك الله، هنا كتبها وباركها، يعني بارك الخمس خبزات. ده المعنى الضعيف، وده اللي يقدر يفهمه الأمميين بس. إنما وبارك أي بارك الله، كمان دي بارك الله برضك تحتمل إلى تحوي معنى سر عميق. بارك الله مش أعطى الله البركة وخلاص، لا، ده كان في مقولات روحية طقسية فيها يقول مبارك الله الذي أعطانا أرض الميعاد، مبارك الله الذي أعطانا كيت، مبارك، تبركات كثيرة جدا، مش بارك الله كده وخلاص، لا لا، ده مانيش متذكر يعني يمكن حوالي 18 بركة كانت تقال، يعني مبارك الله الذي، مبارك الله الذي، يعني اللي جابنا في أرض كنعان، الأرض التي تفيض تفيض لبنا وعسل، مبارك الله الذي أعطانا الماء من الصخرة، حاجات كده بركات. اللي عاوز يعرفها بالتدقيق يفتح كتاب الإفخارستية موجودة في البركات. دي الكلمة الثانية السرية، وكسر منها بقى يعني لب أو جوهر أو محور السر. كل القوة بتاعت المسيح تسلطت هنا على الخبز أثناء الكسر، لذلك القسمة عندنا في الكنيسة القبطية فقط دون جميع كنائس العالم قسمة لها صلاة مخصوصة، ما فيش كنيسة تانية لها صلاة قسمة أثناء القسمة غير كنيسة القبطية، لأنها تؤمن فعلا بحدوث سر خطير وعميق جدا أثناء كسر الخبز. ففي أثناء كسر الخبز بيتحول العدد المحدود، أو تحول هنا العدد المحدود إلى عدد غير محدود، انكسر الطوق اللي على الرقم رقم 5 مبقاش 5 ترغفة، لأن لما أنا أحط الكسر اللي في 12 أفة وأعمل منهم تاني أركب الخبز، ده يطلعوا لي إيه؟ كل أفة طلع لي 200 رغيف على الأقل. فهنا انكسر الرقم، وبالتالي انكسر المنطق العقلي، مفيش 5 خبزات أكلوا 5000 غير النساء والأولاد. هنا مضمون السر، ما هو السر الإلهي؟ هو الخروج من المحدود إلى اللامحدود. الله، دي تنفعني أو في السكة، تنفعني أو أنا مسافر على طريق ملكوت السماوات، يعني مش بعفيتي أبدا، ده أنت عندك عافية مئات وألوف، مش قالها مرة إن كنتم تسمعوا كلامي وتطيعوني وتنفذوا وصاياي، الواحد يجري قدامه 1000، الواحد يجري 1000، وما كنتش تسمعوا كلامي وتطيعوا وصاياي تهربوا بلا مطارد. تصور بقى العكس قد ايه مريح، العكس يكاد يكون خيالي ايضا، بيهرب وليس من مطارد، فزع داخلي، رعب داخلي. فهنا الكسر بيحوي سر من اسرار العمل الالهي، لذلك يعني مفهوم الأغابي
أن كان الأسقف أو الكاهن هو اللي يقيم الأغابي، وفيما دون لا يصح أو لا تتم بركة الأغابي. بيمسك أولا الكأس، الكأس الأول ويذوقها ويعطي للكل يذوقه، بيذوقها أولا ويعطي الكل، وبعدين بيمسك خبزة واحدة ويكسر، وبعدين يعطي لكل واحد كسرة يأكلها، وبعدين يعود يتعشى. طقس، ده الطقس قبل الإفخارستية، وده اللي تم في الإفخارستية أيضا، أخذ الخبز وكسر وأعطى لتلاميذه وقال كلوا، ده جسدي المكسور عنكم. ده في الحقيقة بعد العشاء، يعني الكسرة دي كانت قبل العشاء، ولكن وفعلا الوقت احنا بنعملها بعد الإفخارستية بنروح ناكل الأغابي. والأغابي حسب طقس الأصيل لازم الكاهن أو الشماس بياخد خبزة ويكسرها وتلف على الكل، كل واحد ياخد لقمة منها. بنشوفها دي في الكنائس البروتستانتية في الحقيقة، عندهم الإفخارستية هي تحولت لأغابي مش إفخارستية، الرغيف الفين وكده واحد يكسره وخلاص ويحطها في صحن ويعدي الصحن يلف كده من واحد لواحد 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 وكل واحد ياخد كسرة. لا، ده الكسرة هنا هو بقى دي أغابي، ما ده لازم يعطيها كاهن أو يعطيها أسقف وبعد أن يصلي ويبارك الله على الخبز. أنبهكم أن كسر الخبز في يعني محور السر. وأعطى برضك دي كلمة إفخارستية، أعطى التلاميذ في حركة العطاء بيتم برضك توصيل البركة، توصيل البركة بالعطاء ليقدموا للجميع. فأكلوا وشبعوا، هنا ما أقدرش أعديها كده بسهولة كلمة شبع يا أحبائي، يقول لك ايه، طوبى للجياع الى البر لانهم يشبعون. هنا حب بردك وشبعه يعمل متكي عليها اشارة خفية بان ده خبز ملكوتي، ده خبز الجياع الى ملكوت الله مش جياع الجسد. لذلك هم لما حبوا يأكلوا تاني عشان يسدوا الجوع قال لهم ده انتوا بتطلبوا الخبز البائد، انا اللي اديته لكم حولتوه الخبز بائد، ده انتوا لو كنتوا تعرفوا اللي انا اديتولكوا ايه ما كنتوا تشتروا ورقه عشان تاكلوا تاني، ده كان يكفيكوا العمر كله. فاكلوا وشبعوا، هنا الشبع شبع روحي في مزمور ياكل البؤساء ويشبعوهم، دي بالكنيسة الروم الارثوذكس او ما اعرفش ان كان الكاثوليك ايضا بيقولوها، لا هي ده المزمور المنتخب للصلاه، بس يقولوا الجمله دي على الاكل، صلاة البركة على الأقل، ويقولوا المزمور مطلع المزمور يأكل بأساء ويشبعون، ولكن هنا بالمعنى الإفخارستي العالي. فأكل وشبع، وهنا الشبع روحي. ثم رفع ما فضل عنهم اثنتي عشر قفة مملوءة من الكسر، أو اثنتي عشر قفة مملوءة من الكسر. في الحقيقة هنا بقى السر مكشوف، فإن كان نظر إلى السماء اهو مش عارف هل صحيح دي يعني احضرت من السماء سلطة او قوة او سر الهي مش معروف، وبارك هل في البركة دي تم السر مش عارف، وكسر هل في اثناء الكسر تم السر مش عارف، واعطى التلاميذ هل فعلا خدوا بركة، وهنا ابتدى يزيد مش باين. وهنا اكل وشبعوا، دي في الحقيقة دي اول استعلان للسر، ده خمس خبزات يا اخو ودول 5000 راجل، يعني في بعض الشراح الغربيين يقول لك ايه ما ودي لكل واحد كسره صغيره، لا افت ده فضل ياكل من الكسره اللي اديها له دي وشبع وفضل. هنا بقى مفهوم البركه انه بيتعدى الحجم والكميه، عجيبه جدا. الكشف الثاني رفعوا ما فضل عنهم 12 قفا مملوءه من الكسر، ده استعلان السر على اعلى مستوى. أرجع وأتأمل معكم في رحلتنا السعيدة إلى ملكوت السماوات، حتى أكلنا ونحن على الطريق سري ومقدس، حتى شربنا من الكباية هو في الحقيقة لو باركنا وقدسنا، ولو قدسنا اسم الله فعلا وإحنا بنشرب بيتحول الماء إلى ماء الصخرة، إياه والصخرة كانت المسيح. السائرون في طريق أو على طريق ملكوت السماوات إنما يقتاتون
من المسيح كل يوم بلا شبع. في أكلهم وشربهم بيتحول الأكل والشرب من المستوى المادي إلى المستوى الروحي. وسبق قلت لكم حتى الزمن أعطي للإنسان السائر في طريق ملكوت السماوات أن يحوله إلى خلود. بتصلي صلاة الساعة الثالثة والسادسة والتاسعة والغروب والنوم وتقول زهقت من الصلوات يا أبونا، مش ممكن أختصرها؟ اختصر زي ما أنت عاوز، هو إحنا في عندنا فروض، ما فيش فرض، لكن ده في حب، الحب يحول الفرض إلى لذة، ده الحب يحول الألم إلى لذة، فمن بالك إلى الفرض والوقوف. عاوز تختزل اختزل انت حر، بس هو المفهوم بتاعها ايه وانت مش هترضى تختزل بعد كده؟ ان انا بقى احول الوقت الميت اللي هو بتحركه عقارب الساعة وتخوفنا ان الميعاد راح وراح فعلا خلاص، بتحوله الى زمن لا يفنى. الساعة التالتة بتتحفظ فوق الى ابد الابدين، يتقدس الزمن فيك وبيك، وعمرك كله يتحول من عمر بيقاس بالشبر الزمني. ما قال له ما هو عمري ده داود، يعني انا نست بالشبر ما يطلعش كيت، لا ده بيتحول الى ما لا نهايه، بيدخل في المطلق الابدي، بيدخل في الابديه التي لا نهايه لها في المسيح يسوع. كل صلاه بنقيمها بنحول الساعه الى ملايين سنين لا تفنى. بس ملايين سنين ده غلط، لان الملايين بتعد. فانت بتصلي الساعة الثالثة والسادسة والتاسعة وفيك عافية تصلي، يا سلام الدهاني العافية دي، وانا ما عافية ما اقعدش من على حيلي وافضل اصلي، لان كل صلاة بتحول الدقائق الى ملكوت والى حياة ابدية. رحلتنا السعيدة بقى الى الملكوت بتحول كل شيء تمتد الى ايدينا، كل شيء نفكر فيه باسم يسوع المسيح، كل اكل كل شرب كل عمل، في زرع في ضرع في تربية بهايم في خدمة مرضى في أحقر ما يمكن من الأعمال بيتحول إلى أعمال مجيدة سماوية. العمل الحقير يصير عظيم. وما ننساش الراهب الكاثوليكي اللي هو الآب لورنس، كان طباخ وعاش 14 أو 15 سنة طباخ، وما فيش غير الشغلانة دي، يعني اللي بيهربوا من المطبخ وبيزعلوا من المطبخ يعني ده على الماشي بس، يعني 15 سنة وخبرته العجيبة البديعة. قال وأنا بأدي للرهبان الأكل في كل صحن، كل واحد بيشوح لي وقول لي هات وهات 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 وصياح وصراخ وكده وكده، كنت أشعر في وسط الزيطة دي كأني قائم على المسبح وكأني بأتناول من جسد الرب ودمه. كان الهدوء يملأ حياتي. ده لما استطاع أنه يتقن صلاة الرب يسوع ويعيش في الحضر الإلهي. السائرين على ملكوت السماوات يعيشون في الحضر الإلهي، ولربنا المجد دائما ابديا امين. شريف بشارة معلمنا يوحنا البشير بركاته علينا امين. ثم كلمهم يسوع ايضا قائلا انا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلام بل يكون له نور الحياة. فقال له الفريسيون انت تشهد لنفسك فليس شهادتك حقا. أجاب يسوع وقال لهم إني وإن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق، لأني أعلم من أين جئت وإلى أين أذهب، وأما أنتم فلا تعلمون من أين أتيت ولا إلى أين أذهب. أنتم إنما تدينون بحسب الجسد، وأما أنا فلست أدين أحدا. وإن كنت أنا أدين فدينونتي حق، لأني لست وحدي بل أنا والآب الذي أرسلني. وقد كتب أيضا في ناموسكم إن شهادة رجلين حق، أنا أشهد لنفسي وأبي الذي أرسلني يشهد لي.
فقالوا له أين هو أبوك؟ قال يسوع إنكم لا تعرفونني أنا ولا أبي، ولو كنتم تعرفونني لعرفتم أبي أيضا. هذا الكلام قاله يسوع في الخزانة وهو يعلم في الهيكل، ولم يمسكه أحد لأن ساعته لم تكن بعد قد أتت. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إنجيل هذا الصباح يا أحبائي يكشف لنا عن النور الذي سيقودنا في الطريق حتى ننتهي من رحلتنا في هذا العالم. لازلنا مرتحلين على طريق الحياة المؤدي إلى ملكوت الله. هذه السورة الفائقة سبق أن رسمها الله على الأرض بأشخاص وبظروف وبأعمال طبق الأصل، كنموذج رائع لرحلة أي إنسان نحو الوطن السماوي، وهي رحلة شعب إسرائيل، خروجهم من مصر، عبورهم البحر، مسيرهم في البرية. وإلى الآن عبرنا عدة أناجيل تطابق هذه الرحلة عينها، بل وفيها استعلان واضح أن المسيح يقصد قصدا أن يعرج ولو بصورة سرية على ما تم في سيناء وعلى ما أكمله الله للشعب أثناء ترحاله. لذلك نسمعه يقول في إنجيل هذا الصباح: ثم كلمهم يسوع أيضا أيضا أيضا. طبعا دين على طول بتكشف أن في كلام سابق. إيه الكلام السابق؟ في الحقيقة الكلام السابق دخل بينه وما بين الكلام ده تعبيرات كثيرة، ولكن هو كان بيكلمهم عن من يشرب من هذا الماء يحيى إلى الأبد، الماء الذي نعطيه كل من يشرب منه يحيى إلى الأبد. ده في اليوم الأخير من عيد المظال، ولكن تخلل من أصحاح 7 إلى أصحاح 8 اللي هو الوقت كلام شرح وحوار طويل ما بينه وما بين الفريسيين. كان عيد اليهود عيد المظال قريبا، وصعد خفية، وبعدين في اليوم الأخير من العيد اللي هو اليوم 7 تقريبا، وفي اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي واشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطني أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه. فكنا تكلمنا قبل كده عن 5 خبزات والسمكتين، وأوضحنا إنها تعبير إلهي واضح عن الخبز الحي النازل من السماء الذي حل محل المن في البرية. أباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا، أما أنا فأعطيكم أنا الخبز الحي النازل من السماء، جسدي أعطيه كل من يأكل يحيى إلى الأبد. ده 5 خبزات والسمكتين تمم بيهم بالحقيقة إن هو اللي كان بينزل لهم المن في البرية، لأن هو بنفسه مسك الخبز وأشبع الجموع الكثيرة، تعبيرا عن السر الكائن فيه اللي اتكلمنا عنه امبارح. وبعدين انتقل فيما بعد على طول في الحديث في إنجيل يوحنا عن الماء،
لأن في يوم الأخير من العيد بتاع المزار بيجي رئيس الكهنة وفي إيده قدر من الفضة يملأها مية ويجي على المذبح ويخبطها تتكسر رقيقة تتكسر فيخرج، أو كان قبل القدر الفضة في الطقس الأول خالص قدر عادي من فخار يخبطها يكسرها فتخرج من بطن القدرة مية تجري على المذبح وتجري على المجرى اللي حوالين المذبح وتعبر زي بدل الدم عشان يتذكروا الصخرة اللي ضربها موسى وخرج منها ماء، والصخرة كانت المسيح وكانت تتبعها. فهنا المسيح وهو واقف قدام رئيس الكهنة وماسك القدر وخبطها على المذبح ونزل المية فقال لهم إن عطش أحد فليأتي إلي ويشرب، إنه هو الماء الحقيقي. دايما بيحط المسيح نفسه قصاد الرمز، ودايما علشان ينبه إنه هو الحق دايما يقول الأليسية اللي هو الحق. وبعدين ما يرادفها تماما الحياة، الخبز الحي، الماء الحي، نور الحياة زي ما هنسمع النهاردة. هو بدل ما يقول نور حي قال نور الحياة، وفي موضع آخر بعيد قوي قال إكليل الحياة، عوض الإكليل بتاع هذا الدهر. فيا إما الأليسية يا إما الحياة، علشان يعبر بها عن الحقيقة عوض الرمز. طبعا هنا لما بيقول أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلام بل يكون له نور الحياة. نور الحياة أي النور المؤدي إلى الحياة، أي النور المحيي، ما في شك. فهنا المسيح بيحط نفسه بدل الرمز. الرمز المرة دي هو عمود النور. احنا شفنا الخبز، خمس خبزات سمكتين عوض المن، ده الرمز. الصخرة اللي كانت تتبعهم انكشفت في المسيح انه قال من ان عطش احد فليأتي الي ويشرب، تعبير عن الروح القدس المجمع المؤمنين به ياخذوه. كل مؤمن وكأنه صخرة تنبع منها المياه، او قدر من الفضة او الفخار يخرج منها المياه. من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. مش بس هو الماء الحي، ده الماء الحي الذي إذا احتوى إنسان أو قبل إنسان ينبع فيه إلى حياة أبدية، ينسكب ويفيض. هنا راح على طول منتقل إلى عمود النور الذي كان يتبع أو يقود، في الحقيقة يقود الشعب في البرية 40 سنة. عمود الغمام طبعا عشان يشيل عنهم وهج الشمس، وللقيادة كان ماشي قدامهم بيقودهم بالنهار، بالليل ظلمة الحياة، والحياة ظلمة في الحقيقة بمفهوم الخطيئة والبعد عن الله، وبما تم لآدم وبنيه دخلت الخطية، والخطية سادت وساد الموت بها وساد العالم كله. الموت ظلمة والخطية جهالة، الجهالة تؤدي إلى الخطيئة والخطيئة موت، والموت ظلام في ظلام. هنا المسيح جاء قال أنا نور الحياة، النور عمود النور اللي كان بيقود شعب إسرائيل في البرية الأولى. هو كانوا طبعا يعني ما كانوش وصلوا نهائي، ولكن هو بيعبر بقى تعبير جديد خالص خالص. عمود النور في البرية قاد شعب إسرائيل صحيح، ولكن أولا ما وصلوش، ثانيا ما حفظهمش، ما انتقلش من العمود المنير قدامهم كده انه يدخل جواهم فينير خفاياهم. ادي الفرق ما بين النورين، النور اللي بيقود من الخارج غير النور اللي بيقود من الداخل. كان الرمز دايما يختص بالخارج بالجسد بالمسيرة في هذا الدهر، انما الحق او الحقيقة او المسيح فده جاي كنور يبقى من جوه، كماء ينبع من الداخل، كطعام بيتحول إلى حياة أبدية. كل من يأكل بي، كل من يأكلني يحيا بي. يعني إذا احتواني إنسان في داخله ككلمة أنا أغذيه أشبعه، وإذا احتواني إنسان كإيمان كروح كروح قدس يستقر الروح في داخله وينبع منه يروي يرتوي ويروي ويخرج منه أنهار تروي الآخرين. النور أيضا هنا عجيب جدا. كان زمان في شعب إسرائيل شربوا المية والمية ما نفعتهمش،
وأكلوا المن، والمن ما نفعهمش، ودايما نعيرهم في القسمة كل يوم في الصوم الكبير ونقول آباءكم أكلوا المن وما هنا النور في الحقيقة إلا ضع لهم، ماتوا على النور بتاعه، كانوا بيموتوا وكانوا بيفسدوا الأرض. ولا يفوتنا أيضا قبل ما كمل الحتة دي إن قبل دي مباشرة قبل ما يقول ثم كلمهم يسوع أيضا قائلا أنا نور العالم، كان في قصة الامرأة الخاطئة، الامرأة الخاطئة اللي الكل دنوها وقالوا له انت تقول ايه، ادي موسى بيقول ارجموها وانت تقول ايه، انتهى بي الامر انه قال لها اذهبي ولا تخطئي ايضا انا لا ادينك. في الحقيقة برضك دي لا يمكن ان اعبر عليها ببساطة، ده القياس بتاعها على طول. الشعب لما اكل وشرب وقام للعب وزنوا وسقط منهم 23,000، فإن كان هو بيتكلم عن نفسه كطعام وبيتكلم عن نفسه كشراب كماء، بس شراب وماء ما بينتهيش إلى اللعب. كمان هنا هو في سر الطعام الإلهي وسر الارتواء الإلهي ينتهي إلى غفران، إلى طهارة، إلى تطهير، إلى تكفير. فدي بقدرش برضك أعبر عليها. هنا المرأة الخاطئة وضعت في الحتة دي في إنجيل يوحنا بحكمة فائقة مش ممكن يتصورها إنسان، الإنسان حطها دي، ولكن بالروح القدس. لذلك صعب، مش من السهل الإنسان كان يكشف أيضا إلا إذا كان فيه نور وإلهام. فالزانية اتحطت قبل أنا نور العالم بعد الأكل والشرب مباشرة، بعد ما أكلهم من 5 خبزات والسمكتين، وبعد ما قال لهم أنا ماء الحياة اللي بيؤمن بي تنبع من بطن أنهار ماء حي، راح جايب قصة الزانية مباشرة عشان يقول أكل زمان اللي في البرية ولو إنه كان من سماوي، والصخرة اللي كانت تتبعهم كانت مياه شبه مقدسة لأن الصخرة كانت المسيح، ولكن لأن الماء ما دخلش جوه ولأن الطعام كان طعام جسدي فقط، طعام بائد زي ما قال المسيح، لم ينقذهم من إنهم ينحازوا إلى الجسد وشهواته بعد الأكل والشرب، وقاموا وزنوا وسقط منهم 23,000. فهنا وضع الزانية أو الخاطئة من أروع ما يمكن قبل ما يقول أنا نور العالم. في الحقيقة بعد ما قال أنا نور العالم مباشرة حصل في حوار بينه وبين التلاميذ، وراح جاي الأعمى، الأعمى ابن طيم المولود أعمى، قالوا لي يا سيد هذا ولد أعمى، ده هو تبقى خطيته ولا خطية أبويه؟ قال لهم لا هو ولا أبويه، ولكن ليظهر أعمال الله فيه. وبعدين شفاه، وبعدين حتى قبل ما يكمل شفاه قال أنا نور العالم مرة تانية، وبعد ما شفاه قال أنا جيت لدينون لهذا العالم. العمي بيتفتح ويشوفه لأنه آمن بالمسيح وسجد له، ده قصده هنا أن الأعمى فتح مش فتح بعينيه وشاف العالم، قال أنا جيت لدينونة في لدينونة هذا العالم، لأن العمي فتحه. قصده هنا الأعمى اللي خد عين جديدة وشاف العالم صحيح وشاف النور، ولكن بالأكتر لأنه آمن بالمسيح وسجد، والتانيين حبوا يرجموه لأنه وقالوا ده إنسان خاطئ لأنه شفى إنسان في سبت، أو قالوا له نحن نعلم أن هذا الرجل خاطئ وأنت تقول لي. قال لهم أنا عمري ما سمعت أن رجل خاطئ فتح عينين أعمى مولود منذ ولادته أعمى. ففي الحقيقة هنا هو التلميح على أنه هو نور داخلي واضح، وبالأخص لما نكمل بيقول من يتبعني لا يمشي في الظلم. برضك هنا ممكن إمكانية أن النور يبقى خارجي، من يتبعني لا يمشي في الظلم، بل يكون له نور الحياة. هنا في الحقيقة بقى مش قال انه هيشوف السكة، ولكن انه هيبقى له نور الحياة. هنا حاجة داخلية على طول. صحيح هو جاء نور لهذا العالم، ولكن مش لكي نرى عليه هذا العالم، ولكن لكي نأخذ هذا النور فينا فيتحول فينا النور، او يتحول فينا الرؤية الى حياة. يكون له نور الحياة، هنا احتواء، يكون له يعني يمتلك، يعني أنا نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلمة. هنا التبعية ليست ظاهرية، تبعية داخلية بالكلمة. الإنسان يتبع المسيح يعني يتبعه إثر وصاياه، إثر كلمته التي تعمل في الذهن الاستنارة،
وبعدين بيمشي في النور طبعا بيتحول بيكون له نور الحياة، أو في موضع آخر بيبقى بني النور أولاد النور. أولاد النور معناهم أنهم مولودين من النور، نحن مولودين من المسيح يسوع ومن الروح. هذه الولادة بالتعبير بتاع إنجيل النهاردة نحن أولاد نور، ما في شك، مولودين من النور، مولودين من المسيح، لا لأننا صرنا نور ولكن لأننا احتوينا النور، بقى لينا نور الحياة. عشان كده قال فليضئ نوركم هكذا أمام الناس، معناها إن المسيح اللي جوانا يستعلن. هنا ما يعني يلزمنا أو نفهم في رحلتنا إلى الأبدية أن إحنا ماشيين في عالم ظلمة، عالم فيه الخطية تفعل في الجسد وفي الفكر كل يوم، والخطية محيطة والعالم كله وضع في الشرير. هنا المسيح جاء إلى العالم لكي ينير، بس ينير للذين يتبعوه أي المؤمنين باسمه، ينير لهم طريق الحياة من داخل العالم. في منظر جميل جدا جدا أحب أحطه قدام كل وقت عشان تقدروا تعرفوا الفرق ما بين نور المسيح ونور العالم. بولس هو ماشي في عز النهار أو في نص النهار كما بيقول، لقى المسيح باصص له في السماء، فرأى أن وجهه مضيء أكثر من لمعان الشمس. هو في الحقيقة مش ممكن يبقى الشمس باينة والنور يبان بتاع المسيح، اللي حصل أنه بقت الشمس، طبعا هو باصص فوق والشمس في كبد السماء في الظهر، يعني تقريبا يمكن قرص الشمس هو الخلفية بتاع وجه المسيح، القرص اختفى ونور المسيح أضاء له داخليا وخارجيا. في الحقيقة يقول كده ولو ان اللي معاه ما شافوش، لم يروا شيء، هو اللي رأى بس، فهي رؤية داخلية، رؤية داخلية، رأى وجه المسيح بيلمع بنور أكثر من نور الشمس في النهار، في نصف النهار. العالم النور بتاعه اختفى، بقى خلفية، بقى ظلام، زي نهايته قال وستظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه. وانا برضك عبور بالعلم ورائع في الحقيقة، ما قالش ان القمر يظلم، لان القمر مش منير، انت عارفين جسم بارد وظلام في ظلام، ولكن بيعكس نور الشمس. فهنا من الوجهة العلمية دقيقة ورائعة، قال الشمس هتظلم لان هي فعلا كتلة نور، انفجارات ذرية ونووية مريعة، فهي كتلة من النور متوحد، نورها بيسطع على القمر فالقمر بيعكسه لنا. فهنا التعبير بديع، الشمس ستظلم والقمر لا يعطي ضوء، هذه مصادر النور في العالم هتظلم. في الحقيقة هي كده الوقت، هي كده الوقت اللي ينير له المسيح، يستطيع أن يرى نور، أو أعز ما في هذا العالم يراه كأنه ظلم، والذي ينير له هو المسيح، فيكتشف ظلمة هذا الدهر، أو بالحري يكتشف الجهالة اللي عايش بها العالم والإنسان في العالم. من يتبعني فلا يمشي في الظلم بل يكون له نور الحياة. المسيح هو النور، نور هو عمود النور لينا. بقى خلاص بالنسبة لرحلتنا السعيدة إلى الوطن السماوي، هناخد المسيح كعمود النور الذي كان يقود شعب إسرائيل، بس مش هناخده نحطه قدامنا ونمشي عليه. سراب لرجلي كلامك ونور لسبيلي، الكلمة مضية، إذا احتواها الإنسان في القلب استطاع أن يمشي في طريق مستقيم، طريق الخلاص. هنا احتواء العمود المنير ده أساس الرحلة، أساس الترحال إلى الوطن المجهول، لأن في الحياة أبهات ملكوت السماوات من يعلمه. سيح وضع له أمثلة عديدة، ولكن إلى الآن لا يزال رجاء، لا نستطيع أن نراه بالعيان ولا نحدد صورته ولا إمكانيتنا على واقعه أبدا، ولكن كل نستطيع أن احنا نتمسك بالنور فنسير وينكشف لنا الحق أكثر فأكثر. النور معناه على طول حياة. ليه؟ لأن المسيح لما يقول أنا نور العالم، وطبعا تعرفوا أنه هو الحق، أنا الحق، معناها أنه مجيء المسيح إلى العالم جاء لا ليكشف لنا ما في هذا العالم لنراه، ولا حتى ليكشف لنا الله لنراه بالعين المجردة، ولكن جاء لكي يكشف لنا الحقيقة
من خلال الرمز الأبدية، من خلال المادة الخلود من وراء الزمن. ففي الحقيقة دي يعني عملية فائقة لإمكانيات الإنسان. أنا نور العالم. النور هنا هو نور بيوصل، نور موصل، مش نور يعني جامد ستيشنري، مش ولو حتى كان متحرك يبقى برضك متوقف. يعني عمود النور اللي كان بياخد شعب إسرائيل عمود جامد، ليه؟ بيتحرك بس على الأرض ولكن ما بيقدرش يتحول إلى قوة داخلية أبدا. هنا المسيح كنور بيوصل، مش نور جامد، ولكن النور هو نفسه حركة يعني بيتحرك، لأن الله ما هوش ساكن، ولكن الله فاعل متحرك ومحرك. المسيح كلمة زي ما بيقولوا بالفرنساوي فيرب، مش كلمة بمعنى الكلمة الجامدة دي، ولكن فاعل. فالمسيح لما قال أنا نور العالم معناه أنه النور الذي يقود الإنسان ليبلغ الحقيقة الآنية، الحقيقة بتاعت النهاردة والحقيقة الأبدية. مش معنى كمان يوريه حقائق العالم، حقائق كل يوم بنرى فيها الحق، يعني أي حق، أي دراسة أو أي علم أو أي فهم، ونبلغ الحق ده بردك يعني جزء من الحقيقة أو صورة من صور الحقيقة. ولكن الحقيقة المطلقة اللي هو المسيح لقوة ممكن أنها تفعل داخل الإنسان فتنير الذهن فتكشف له الحق كل يوم فيتبعه، وإذا تبع الحق ينكشف له الحق أكثر، وإذا تبع الحق أكثر ينكشف له الحق أكثر. وهذه المسيرة، دي الحركة. فالمسيح جاء ليقود زي ما كان بيقود شعب إسرائيل حتى وصل لأرض كنعان فتوقف النور، هكذا المسيح بيقودنا من حق إلى حق. ودي المسيرة. الإنسان اللي كل يوم بيجلس إلى المسيح كل يوم ساهرا والكلمة بتسكن قلبه بغنى، ده بينكشف له الحق، الحق الذي فيه والحق الذي له والحق الذي عليه. ويبكث من الكلمة تنكشف له حقائق الحياة وحقائق نفسه، يعدل يصحح. دي المسيرة في الحقيقة. والحق دايما زي ما بقول بيوصل إلى حق، لأن الحق متحرك ويقود. الحق ما هواش كائن في ذاته، المسيح مش كائن في ذاته ومش متصل بالآخرين، لا، المسيح نور العالم بيضيء العالم كله. حتى ولو أخذناه على المستوى المادي، المسيح هو أصل الحركة في النور إن كان في الشمس أو في خلافه. ولكن اللي يهمنا وبالأكثر جدا كناس مرتحلين على طريق الحياة ووطننا السماء قدام عينينا، نحن نريد الحق، نريد الامتداد إلى قدام ونسيان ما هو وراء. كل ما هو وراء مادي، كل ما هو قدام روحي. بنتحرك على ضوء الكلمة، ضوء المسيح، ضوء الحق الإلهي. دي الحركة الداخلية. كل من يتبعني، يعني كل من يمسك الكلمة، كلمة الإنجيل، ويأخذها كنبراس حياة، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، كل من يتبعني يكون له نور الحياة. يا سلام، يعني يكون له، هي التعبير بالعربي ضعيف جدا، ولكن يمتلك، يصير له نور، النور نفسه يصير فيه ملك، يبقى هو محتوي النور. اللي بيتبعني كل يوم، اللي يسهر أمامي كل يوم متفهما متحكما بالكلمة طالبا مزيد من النور ومزيد من المعرفة، يسكنه النور ويصير على طول حياة. الحياة هنا بقى في الحقيقة، نور الحياة دي في المقابل لنور للعالم. الحياة هنا مقابل لنور للعالم. العالم ظلمة، والمسيح جاء ليضيء العالم. بمعنى المسيح جاء يكشف الحقائق الإلهية من وراء الرموز، من وراء حركة الزمن، ساعة واثنين ويوم وليل واسبوع وشهر وسنة. دي حركة ميتة بقى، دي حركة ميتة، يعني ما تسمىش حركة حتى خالص، لأن ما فيش حاجة اسمها حركة ميتة. كل ما هو ميت غير متحرك. فالزمن حركة ميتة بالنسبة للأبدية والخلود. لذلك قال ألف سنة ما يسويش، مش يساوي، ما يسويش يوم الله الذي عبر.
ففي الحقيقة هنا المسيح بينبه ذهننا أن توجد داخلنا حركة على أساس الكلمة الحية، على أساس نور الكلمة. الحركة دي هي دي اللي بتقودنا عبر ظلمة هذا الدهر. فما كانش الإنسان يتمسك بكلمة الحياة جدا ويأخذ المسيح كشخص حقيقي مصدر للنور والحركة، يتوه في الدنيا دي. الدنيا دي متاهة، يعني شعب سرته 40 سنة، ممكن تتوه 80 سنة وما تفوقش إلا في آخر لحظة وتلتقي الوقت راح وانتهى وما فيش فايدة وما فيش مكان لتوه. فالعالم هنا عالم تيه إن لم يقودنا نور المسيح. فده تحذير لينا في الحقيقة. يعني صحيح هو قال أنا نور العالم ومن يتبعني لا يمشي في الظلمة، ولكن ورانا مثل مخيف مرعب، لأن شعب إسرائيل اهتمت في البحر لموسى، وأكل من السماوي اللي هو خبز الملائكة، وشرب من الصخرة التي هي المسيح. برغم من ذلك لم يؤمنوا بالرب، لم يؤمنوا بالله، فانطرحت جثثهم في القبر، لم يستطيعوا أن يدخلوا إلى راحتي أي كنعان السماء كنعان الأرضية. ليه؟ بسبب عدم إيمانهم، وفنى الجيل كله. ده مثل محذر أن بالرغم من قدامنا كلمة إنجيل أهو، وبالرغم تقول أنا بنقرأ الإنجيل بس أخاف لكم زي شعب إسرائيل، تكون الكلمة بس إنها يعني براك أو من لسانك بس أو بتتكلم بها بس وهي السكنة جوه، يبقى ما فيش فايدة. هنرجع تاني للمثل المحزن بتاع شعب إسرائيل. لازم عمود النور ينتقل من المسيرة قدامنا الذهنية أو المادية أو المسيرة المحسوسة إلى حياة داخلية. يتحول نور المسيح إلى حركة داخلية، إلى كشف الحق. عشان كده برضك بيقول إيه، انتقل بسرعة علشان برضك ينبه ذهننا، ولكن في سرية شديدة جدا، عاوز إحساس فائق عشان نقدر نلقطها. بيقول إيه، بل يكون له نور الحياة. فقال له الفريسيون أنت تشهد لنفسك. الله، إيه اللي جاب الشهادة هنا؟ خلي بالكم ده هنا بقى الحق المكشوف بقى للنفس اللي بتلقط رائع روعة فوق العقل والمنطق. أنت تشهد لنفسك، شهادتك ليست حق. ليه؟ خدوا كلامه وبيقيسوه على كلامهم وعلى القوانين بتاعتهم والناموس، فهو بيشهد لنفسه بيقول أنا نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلمة. قالوا هتشهد لنفسك؟ موجود في الناموس ان اللي يشهد لنفسه ده يبقى غلط، شهادتك ليست حق. استهدف له المسيح، اجاب يسوع قال لهم وان كنت اشهد لنفسي فشهادتي حق. ليه؟ لانه نور. هو ممكن يا ابائي واحد يولع لمبه وما تشهدش اللمبه لنفسها وتقول انا يا جماعه لمبه قاعده اهي منوره 100%، تتك على الزر تفتح الكهرباء، الكهرباء بس كلهم يبصوا الكهرباء والنور. ليه؟ النور بيشهد لنفسه. هو في ممكن نور يولع في ظلام ولا يبقاش يشاهد لنفسه؟ هنا في الحقيقه روعه، المسيح مش محتاج لحد ابدا يشهد له عشان يبقى في اخر شاهد له. قال لهم بس في قلب يشهد لي، وابي فين؟ قالوا له اين ابوك، مش من ابوك، اين ابوك، لان هم عارفين انه يقصد في انه يقصد الله. فقالوا طب فين ابوك ده، يعني في اي موضع هو؟ فهم طبعا غلطوا في المسيح، لان الاب فيه وهو في الاب، الاعمال اللي بيعملها تشهد انه الاب معاه والاب يشهد له، الاعمال اللي بيعملها توضح انه الاب ارسله وانه بيعمل اعمال الاب، اذا الاب فيه والاب بيشهد له من خلال اعماله. منطق بديع بتاع المسيح. قال لهم وان كنت اشهد لنفسي فشهادتي حق، لان انا عارف منين جيت ومنين رايح الى فين رايح، عارف الماضي كله وخاص ماضي انا، ان هو اللي بيتكلم عن التجسد اللي هم مش قادرين يؤمنوا بيه ولا يفهموه، والى اين اذهب؟ طبعا الى السماء الذي نزل منها. تاخدوش بالكم بقى هنا من الشهادة، انتقل من النور الى الشهادة مباشرة. ده انتقال سري مستيكي، انتقال سر عديم. مش ممكن النور ينور وما يشهدش لنفسه، ومش ممكن انت تحتوي النور جواك كلمة الحياة الابدية وما تشهدش للمسيح، لان ده المسيح هو اللي هينور وهو اللي هيشهد لنفسه جواك.
يستحيل يا أبائي، يستحيل إنسان يحفظ كلمة الله بغنى جوه قلبه واسمه ما يشهدش المسيح، أو المسيح يشهد له بواسطته. ليه؟ لأن المسيح هو اللي هيشهد لنفسه جواك. لو قفلت بقك، بقك انحرق، ما تقدرش، لازم تفتح بقك وتتكلم باسم المسيح وتشهد، لأن نور المسيح نار، نار تقيد في العظم أو البق اللي مش عاوز ينطق، لغاية ما تفتح بقك وتنطق وتتكلم وتشهد. إذن النور الفعل بتاعه على طول فيما يختص حياتنا شهادة. النور هو شهادة. شعب إسرائيل أنار لهم الله بعمود النور في البرية، ولكن ما يدروش يشهدوا له أبدا بعملهم، كانت عملهم وحشة جدا. قال أنتوا يعني كرمتوني بعملكم يا شعب إسرائيل 40 سنة في البرية، ما عبدتوش مش عارف مين ومين 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 ومين، ما شهدوش للمسيح بالرغم من أول الله، بالرغم من أنه أضاء ليهم الطريق وعمل أكلهم من خبز السماء وإلى آخره. ولكن للأسف الخبز، لو أنبه زينكو، الخبز المن ما نزلش سخاء من الله، ده هم تذمروا على موسى، وراح موسى قال له أنا الشعب هيرجمني، قال طب قول لهم بكرة الرب يتمجد وهيشوفوا يأكل الصبح إن شاء الله، هيأكل الصبح من وبالليل يأكل سلة لحم. فهالمن لازم السماء بناء عن تذمر شعب إسرائيل. أنا دايما قلت لكم وبقول، لو ما كانش تذمر شعب إسرائيل كان شلهم من غير أكل وشرب وعيشهم ووصلهم بسلام، ولكن التذمر أطال المسيرة بلا معنى. التذمر أطال المسيرة وجعلها مسيرة تيه مش مسيرة بلوغ. وبعدين المية بردك بعد ما كلوا عشوا، فقاموا تذمروا على موسى تاني، قال له في عرضك، قال له طب خد العصا واضرب الصخر. حتى الماء الذي نبع على شعب إسرائيل في البرية نبع بناء عن تذمر، عشان كده كان عليهم شهادة مش لهم، ولم يستطيعوا أن يأخذوا منه عبرة أو يكتسبوا منه استنارة لكي يعبدوا الله بخوف. ومعروف عملوا إيش زي ما بقول الله. ولكن هنا المسيح في الحقيقة ما طلبناهوش، ما تذمرناش، ما طلبناش المسيح، ده من سخاء الكلي. هكذا أحب الله العالم، هكذا أحب الله العالم حتى أرسل نور الحياة، حتى أرسل ابنه لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل يكون له الحياة الأبدية. بس أنا بحطها كده، هكذا أحب الله العالم فأرسل النور. فالنور جاي بناء عن سخاء الله المطلق. ففي الحقيقة مش الإيمان بالمسيح بس اللي يخلي النور يقيد جوانا نور الرب يسوع، أو إن هو يجي ويدخلكم جوه، ولكن لابد من الحب، لابد من المحبة مع الإيمان. الإيمان وحده لا يمكن ينير قلب الإنسان. الشياطين يؤمنون وقشعرون، ولكن لابد من المحبة الإيجابية. المحبة فعل، وفعل بازل، وبازل حتى الموت، ده اللي يقابل النور. في الحقيقة استرعتني آية وأنا بنقرأ عن علاقة النور بالمحبة، هقرأ لكم يعني ويكشف دي برضك من إنجيل يوحنا. الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. إذن المحبة أساس ظهور المسيح. تاني الكلمة الأول، الذي عنده وصاياي، اللي هي الكلمة الأول، ده اللي هو إيه؟ مصدر الإيمان، الإيمان بالكلمة. الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني. بدل عندك الكلمة وأمنت، ما تحفظها، حفظها مش تحفظها صم، ولكن تكيبت يعني تحفظها جوه قلبك، ليه؟ ما يعني تطبقها، تحولها إلى فعل. فهو الذي يحبني، الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. قال له يهوذا ليس الإسخريوطي، يا سيد ماذا حدث حتى أنك مزمع أن تظهر ذاتك لنا وليس للعالم؟ أو يعني ماذا حدث، أو يعني إزاي أنت يعني كمان هتظهر لنا ذاتك أنت والعالم مش هيشوفك، إزاي ده يكون؟ فرح عامل على طول الخط الفاصل ما بين رؤية المسيح ولا رؤية المسيح، أو ما بين النور والظلم، أو ما بين الحياة مع المسيح في النور والحياة بعيدة عن المسيح في الظلم. قال له إيه بقى المسيح؟ أجاب يسوع وقال له إن أحبني أحد يحفظ كلامي، إن أحبني أحد يحفظ كلامي، ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. آدي الفرق ما بين العالم
وبين التلاميذ. قالوا ازاي او ماذا حدث او ماذا سيحدث حتى انك تظهر ذاتك لينه وليس للعالم؟ ايه اللي يفرق؟ الام المحبة، المحبة اللي بتعلن المسيح. نرجع تاني، انت تشهد لنفسك شهادتك ليست حقا. اجاب يسوع وقال لهم: وان كنت اشهد لنفسي فشهادتي حق. هنا بقول لكم نور، مش ممكن النور، مش ممكن النور يظهر في قلب الانسان دون ان يعمل. زي ما قلت لكم، نور المسيح، نور الله، حركه فعل يقود الانسان من حقيقه الى حقيقه، بس ما هوش نور تاملي. يعني مش تقعد رائد وتتامل في الله وفي المسيح يعني، وبعدين رائد قصدي مش رائد الجسد بس، وتقول انا هو بتامل في الله وما فيش حركه داخليه فيها الحب وفيها البذل لله وللاخرين. فالمسيح عمود نور داخلي بيتحرك الانسان خلفه. شعب اسرائيل كان مرتحل، نحن مرتحلون، نحن مرتحلون على طريق الحياه الابديه. المسيح نور، ونور فقط للسائرين، والذين يسيرون ويتبعون المسيح يكون لهم النور في داخلهم وليس في خارجهم، يقودهم حتى الوطن السماوي. ولربنا المجد دائما ابدا امين.